تلاميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية الإسلامية، النموذج الثاني. سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أجب بص أمام الإجابة الصحيحة وخ أمام الإجابة الخاطئة. إذا كانت الإجابة الصحيحة أكتب حرف ص، إذا كانت الإجابة الخاطئة أكتب حرف خ. أولا، أزور أقاربي إذا مرضوا. إذا مرض أحد من أقاربي أزوره. أحسنتم، صحيح، يجب أن أزور أقاربي ولا أنقطع عنهم. المسلم يقول الصدق دائما. أحسنتم، صحيح، المسلم يقول الصدق ولا يكذب، صحيح. ترك زميلك كتابه عندك فمزقته. ترك زميلك كتابه عندك فمزقته، قطعته، تصرف خاطئ. أحسنتم، إذن خاطئ، لم تحافظ على الأمانة، يجب تسليم الأمانة لأصحابها كاملة. إذا أنا قطعته لم تحافظ على الأمانة، إذن إجابة خاطئة. المسلم يجب أن يتعلم. أحسنتم، صحيح، طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذا نراجع، أزور أقاربي إذا مريض، صحيح، المسلم دائما يقول الصدق، إذا ترك زميلك كتابه عندك يجب المحافظة عليه مزقته، خطأ، المسلم يجب أن يتعلم، صح. التمرين الثاني، أكمل الحديث النبوي الشريف بالآخر رحمه يؤمن. لدينا كلمات ولدينا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان بالله واليوم فليصل. لدينا كلمات نضعها في الفارغ. من كان، أحسنتم، يؤمن، نكتب يؤمن. من كان يؤمن بالله واليوم، أحسنتم، الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل، أحسنتم، رحمه. نراجع الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. التمرين الثالث، اربط كل آية بصورتها. لدينا الآيات ولدينا الصور. الآيات: سيصلى نارا ذات لهب فليعبدوا رب هذا البيت الحمد لله رب العالمين. هذه آيات. من هنا لدينا الصور: صورة الفاتحة، صورة قريش، صورة المثل. إذن سيصلى نارا ذات لهب، نتمم الصورة، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أحسنتم، صورة المسد. إذن نربط الآية مع صورة المسد. الآية الثانية، فليعبدوا رب هذا البيت، نتمم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أحسنتم، سورة قريش، نربط مع سورة قريش. الآية الثالثة، الحمد لله رب العالمين، سهلة، أحسنتم، سورة الفاتحة. إذن ربطنا كل آية بصورتها. نراجع، سيصلى نارا ذات لهب صورة المسد، فليعبدوا رب هذا البيت صورة قريش، الحمد لله رب العالمين صورة الفاتحة. التمرين الرابع، رتب الكلمات لتحصل على الحديث. إذا لدينا حديث شريف طرحنا كلمات، نرتبها حتى نتحصل على الحديث. لدينا الكلمات: العلم فريضة كل طالب مسلم على. العلم فريضة كل طالب مسلم على. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبدأ الكلمة الأولى، أحسنتم، طالب.
طلب جيد، طلب العلم. واصل. طلب العلم فريدة. جيد، طلب العلم فريدة، أحسنتم. على كل مسلم. ماشي الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.